أفضل العبادات البنات في شهر رمضان وهو شهر نزول القرآن، في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر المبارك نزلت اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، نزلت يعني أول كلمة من كلمات القرآن الكريم، نزلت أول سورة، سورة العلق، خاطب رب السماوات من عليائه الإنسان في الأرض بالقرآن الكريم عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شهر القرآن بامتياز شهر رمضان. لذلك احنا في برنامجنا نساء ونص تعودنا على فقرة القرآن، إن شاء الله باش ناخذوها في هذا الموسم تحت عنوان قال الله. في قال الله سنتدارس سورة الفاتحة طيلة لقاءات نساء ونص. علاش سورة الفاتحة؟ لفضل سورة الفاتحة واللي نعرفوه الكل واللي باش نتحدثوا عليه شوية، وكذلك باش نصلحوا الأخطاء، أهم الأخطاء الشائعة في سورة الفاتحة. مهم أنك تقرأ الفاتحة بطريقة صحيحة كما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا متاح للناس الكل. نحب نفرحكم ونحب نريحكم ونحب نقول لكم راهو الأمر سهل برشا. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إذا صلحت الفاتحة صالحك بإذن الله الصلاة، ولا تقوم الصلاة إلا بالفاتحة. لذلك باش ناخذوها في التلاوة والترتيل ونحسنوا القراءة متاحة، لكن كذلك سنتدبر الفاتحة، كل آية نحبوا نفهموها، نحبوا نعيشوا بها، نحبوا نتحركوا بها، نحبوا نعملوا بها. الفاتحة يقول لك الفاتحة شنو فيها الفاتحة، الناس كل تعرفها الفاتحة، طب باش نكتشفوا اللي ماناش نعرفوا الفاتحة. لذلك سنتوكل على الله في تدارس سورة الفاتحة. تحب تقولوا لي حاجة على الفاتحة قبل ما ناخذوا الإملاء إن شاء الله؟ تو كنت تحكي معناها اللي قلت اللي هي لا تصح الصلاة إلا بسورة الفاتحة، ومن تسمياتها أنها سورة الصلاة، أنها سورة الحمد. هذه السورة العظيمة اللي معناها واحد تقول شهر كامل باش تقعدوا تقراوا سورة الفاتحة. يا أخي كان نعيشوا معاني سورة الفاتحة، كان نتدبروا، كان نلبسوا مراية جديدة باش نفهموا هذه المعاني، والله العظيم حالنا معناها سيصبح إلى أفضل. وباش نفهموا اش معناها شهر القرآن، شهر القرآن مش تقولي سورة الفاتحة، احنا عنا 60 حزب لازمنا نقرأ القرآن الكل. سورة الفاتحة هي معني حتى في تفسير ابن عاشور تقول لك سورة الفاتحة تمثل مقاصد كامل سور القرآن. مقاصد سورة الفاتحة اي نعم فاتحة صحيح ان عنا 60 حزب كما قلت يسرى، اما الفاتحة ام القرآن، أم القرآن، وهي الواقية وهي الشافية، وانت سيهم تعرف وعشت هذية، وهي الكافية ومعناها هي الكافية، وهي تثبت لنا ربوبية ربي. سبحان أكثر سورة تثبت لنا ربوبية ربي. سر عشت مع سورة الفاتحة وهي فاتحة الترتيل، لأنه فاتحة التنزيل هي سورة العلق، هذيك أول ما نزل من القرآن الكريم. وفاتحة الترتيل اختار رب العالمين أنها تكون فاتحة يعني المصحف الشريف. أنا قلنا الشافية، وأقسم بالله العلي العظيم قرأتها على بنتي الله يرحمها وقت كانت عندها مرض يعني ألم بها، وهو كان مرض يعني ماهوش معروف إلى يومنا هذا، وكانت تتألم وفي شدة الألم، وكانت تحتاج إلى معناها مخدر أو ما كانش متاح وقتها باش تاخذ اللي هو تحت مسمى المورفين، لأنه يعني الحال متاحة تعب برشا. فكنا نتداوى بسورة الفاتحة، والله وأقسم بالله العلي العظيم كان الألم يزول بمجرد قراءة وبمجرد حطها بين ظفرين، لأني لا أستنقص، بالعكس أقول لكل مريض، لكل من ألم به مرض مهما كان نوع المرض، تداوى بسورة الفاتحة. اللي عنده عين واللي يقول على روحه مسحور واللي يقول على روحه محسود واللي عنده أي مرض عضوي من جربوش، باليقين عالج نفسك بالفاتحة، داوي نفسك بالفاتحة، أصلح نفسك بالفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة وما أدراك أنها رقية، هي الفاتحة رقية، هي الشافية، هي الكافية. جرب
كل ما يوجعك حاجة حط يدك على المكان واقرأ سورة الفاتحة بنية الشفاء وبنية الهداية وبنية بإذن الله الانتفاع بكل يعني أسرار الفاتحة، سيأتي ذلك بإذن الله السميع العليم. بالنسبة لي عايتوها سورة الكنز. أي نعم، وهي كنز، وهي من كنز تحت عرش الرحمن. أي نعم، ما هيش كما السور الأخرين عندك، هي وخواتيم البقرة لكن يعني نزلوا على سيدنا محمد، نزلوا صلى الله عليه وسلم من باب أول مرة يتفتح ومن ملك أول مرة ينزل. حبيت معناها بعد ما حكيت لنا على بنتك الله يرحمها، مشاهدينا باش نوضحوا حاجة، معناها سورة الفاتحة هي الشافية، رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عنها الكثير، معناها ولابد أن يكون لدينا يقين، ولكن المؤمن كيس يحسن العبادة سبحان الله، فالله أمرنا أن نأخذ بالأسباب طبعاً المادية والمعنوية. احنا معناها ساعات يقول لك واحد مرض معناها عضوي، نعم يذهب إلى الطبيب، التداوي سنة. سنة لابد أن بالطبيعة نمشي للطبيب ونأخذ بالأسباب المادية هذيك، والأسباب المعنوية اللي فيها الدعاء وفيها الفاتحة دعاء. نعم، ولكن يقينا لابد زيادة حتى كي احنا ماشيين للطبيب ندرك أنه مش اللي بررانا هو الطبيب، مش الطبيب ولا مش الحربوشة. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الشافي. هذه نقطة مهمة على الأخر، الله هو الشافي، وسورة الفاتحة هي شافية وكافية بإذن الله السميع العليم. هو الشيء كمل بعده القرآن والدعاء، وهي سورة مناجات بين رب وعبده، السورة الوحيدة اللي هي مناجات. أحسنت يا فاتن، أحسنت. قسمت الصلاة العبد يجي ربه بعد ربي يجاوبه، معناها واحد حوار بين الرب وعبده. واش تحب اكثر من ولا بد ان نستشعر ذلك وقت نقف بين يدي ربي ونصلي ولازمنا نستشعرها. من الحاجات اللي الواحد يتعلمه في الدنيا يولي كل سلاح حسن عليك قبلها بإذن الله. أي نتعلموها، ما نقفوش نتعلموها، نتعلموا التلاوة نتاعها، ندرسوها. لو بشر نقول لك حكاية فيها أخي، لا يعرفوا الناس، ما هي مش سهلة راهي تلاوتها. أي نعم، أنه الإنسان لما يتعلم، الجاهل اللي يجهل العلم ما يعرفش قيمته، وقت اللي نبداو نتعلموا نبداو نقولوا شوف قديش فما حاجات كنت ما نعرفهمش. فاحنا باذن الله كل المؤمن لا يستكبر على التعلم، وقد ما يتعلم ومازال يتعلم. وانا اختكم ندرس في القران الكريم، وكي نقعد قدام شيخي والا الاستاذه اللي تقري فيا مازالت تصلح لي في الاخطاء، راهو كلنا مازال عنا ما نصلحوا هكا ولا يسرى. انا شهدت ذلك بامي عيني، دخلت بنتي باش تسلم على سيدتي سهام، قالت لي يا اخي ويني نلقاها تقرا عربيه عند الجميع. اي نعم، نتعلم، المؤمن لابد ان يتعلم، معناها من المهدي الى اللحد باذن الله السميع العليم. اذا سناخذ تلاوه سورة الفاتحة، ترتيل سورة الفاتحة، والترتيل يبدأ في الدرجة الأولى بمعناها تحسين النطق بالحرف وإصلاح النطق بالحرف، لكن الترتيل راهو يشمل يعني أمور عديدة، منها الفهم، منها التدبر، منها العمل، منها التعلم، كيف نتعلم من هذه الآيات. إذن نبدأ سورة الفاتحة بالاستعاذة والبسملة. ومن نبدأ الاستعاذة والبسملة واحنا لابد ان ندخل في حالة وعي وفي حالة حضور، اننا يعني نقرأ القرآن منذ الحرف الاول من الاستعاذة. تبدأ راك ناجي في ربي سبحانه وتعالى، راك تتحدث مع المولى، راك تطلب في الغوث من الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة، وتبدأ تطلب في الاستئذان من الله سبحانه وتعالى بالبسملة، وتبدأ تنطلق في الخيرات. نبدأ باش نقرأ سورة الفاتحة، ثم بعد ذلك باش نسمع واحدة منكم في تلاوة، ونصحح بعض الأخطاء بإذن الله، ونعطي بعض الملاحظات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه
سورة الفاتحة. سورة الفاتحة ربي سبحانه وتعالى أمرنا قبل تلاوة القرآن لابد أن نبتدئ بالاستعاذة. الاستعاذة اللي هي فيها افتقار وإعلان افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. نحن الفقراء إليك يا مولانا. كل عمل لابد أن تستعيذ بالله، يعني أن تستجير به، يعني أن تذهب إليه مسرعا خائفا من نفسك أولا، أن تكون نفسك والهوى متاعك داخل في الموضوع، أن تتعبد معناها لله سبحانه وتعالى وأنت ترضي في نفسك ولا تبحث على تزكية نفسك. رد بالك من نفسك التي بين جنبيك، فهي العدو الأول. العدو اللي بعدها هو الشيطان وجنوده اللي يحب ياخذك إلى المآل اللي مشاله هو، هو الطرد من رحمة الله. فهذا لابد أنك تستعيذ وانت واعي رك خايف، رك مقبل على أمر عظيم، رك مقبل على أعداء كثيرة ستترصد بك وستتربص بك. فالاستعاذة إعلان افتقار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي ما كان من توفيق فإنه منك، وما كان من خطأ فإنه مني، فلك الحمد في الأولى، وأعني وأستغفرك في الثانية، وأعني يا ربي على هذا الأمر. فأعلنا راية الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، رفعنا الراية واصطففنا في صفوف المؤمنين الذين يقولون لا حول ولا قوة. حفظت 60 من عند ربي، أتقنت التلاوة من عند ربي، عملت بما في القرآن من عند ربي، راه هذا من الله وإلى الله وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فعلى الراية يسرى لا إله إلا الله. ما أجمل أن نفتقر إلى الله. الفقر العبودية فيتن، نحن منه وإليه، نحن عبيده، ونحن معناها لا نملك لنفسنا ولا لغيرنا نفعا ولا ضرا. كان صليت راه ربي من عليك، كان قريت القرآن ورتبت القرآن وعملت بالقرآن راه ربي من عليك، كان صمت رمضان وفقك ربي لصوم رمضان راه ربي من عليك. فلا إله إلا الله. فعن الراية البسملة هي استئذان، طرق الباب، قل يا ربي أنا جيت متبرأ من حولي ومن قوتي، ونحب ناخذ كما خذوا الناس وكما مش ياخذوا الناس. نحب نغنم كما شفنا بكري، نغنم كما شفنا الفيديو، تحب تاخذ من كل خير، تحب ترغب فيه. نحب نرغب يا ربي في الخيرات، نحب ناخذ من فضائل هذا الشهر ومن كل الخيرات وأبواب الخير الكل نحب ناخذ منهم، وإحنا ما نجموش إلا ما تأذن لنا. لا نقدر على فهم إلا ما يأذن ربي، لا نقدر على صوم إلا ما يأذن ربي. وكل ما فسره العلماء وما توصل إليه العلماء من أول الزمان هو إذن من الله سبحانه، ما أذن لنا ربنا فيه. فاطرق الباب وأنت عبد فقير ليأذن لك المولى سبحانه وتعالى وتدخل في معارج القرآن الكريم. فما حاجة أنت ديما تعلمهن في البسملة، والتوى قعدت لي في مخي البسملة هو أن تنتمي معناها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لم تكن تنتمي إلى الله ستنتمي إلى جهة أخرى. فديما تعطينا كالمثال متاع أي أنت توا في شركة، وشركة بروفيسيونيل، والعملاء متاعها ما يخدموا كان بادج معين، وما عندك الحق تتعدى باب معناها المدخل الرئيسي إلا بالبادج هذاك المعين. فإذا أنت عندك البادج باش تتعدى طول، لبسنا البادج وباش تكون في تلك حماية تلك المؤسسة، خارج دون ذلك لن تتمتع بأي مزايا، ولن تمر أصلا، لن تمر، ما يمروا إلا اللي لابسين الشارع. فما رفعنا الراية ولبسنا الشارع. نعم. فما أجمل أن يتمتع معناها الإنسان، كيف يتحقق العبودية؟ أن يتكلم ببسم الله، أن يتحرك ببسم الله، أي حاجة يعملها ببسم الله. خطر إذا مش بش يكون عبد لله، بش يكون عبد للميل، عبد للزوج، عبد للزوجة، عبد لصغاره، عبد لحاجة أخرى معناها، معناها تبعدوا على ربي. أما بش تكون عبد لله تتذلله كل اللي هو، هو السميع، هو البصير، غادي المتعة وغادي السعادة وغادي الدلال وغادي الذوق وغادي الرقي وغادي العطاء الدنيوي وغادي عطاء الآخرة. فاتك أنا باش نقرأ صلاحي بسم الله. يلا نتوكل على ربي سبحانه وتعالى باش نسمعك في الاستعاذة والبسملة والآية الأولى من سورة الفاتحة، لأنه هذا اللقاء سنتناول الحمد لله رب العالمين
فقط. قولي سهام الحمد لله رب العالمين باش نحكيو فيها شكون ما يعرفهاش. اي نعم باش نتناولوا معاني الحمد. يلا فاتن استعاذة وبسملة والحمد لله رب العالمين كما تعلمنا نقراوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ لا بد من تحقيق ترقيق الهمزة أ ونعطيها الفتحة نحقق الفتحة متاحة. الفتح لا بد من تباعد الفكين أ ومعناها اللسان يتبع الفك السفلي في الفتح لأنك وقت تفتح الفم واللسان يقعد مرتفع باش تجيك أ باش تتخلط الفتحة بالكسرة ورد بالك تسحب يعني الزاويتين وتقولي أ لا هي أ استعلاء. أ لا ما فيهاش استعلاء هي مرققة الهمزة مرققة مفتوحة لابد من فتح الفم في الفتح وتفتح الفم واللسان يتبع الفك السفلي في الانخفاض أ بتقوليش أ ولا إي ولا آ هذا تفخيم للهمزة ولا مبالغة في الترقيق وإلا إمالة حركتها من الفتح إلى الكسر كي تعمل إي راك غيرت حركة الفتحة أ سهلة ياسر كما قولوا أحمد أ أعوذ رد بالي ذال نرجعها ضاد ولا ضاء أعوذ أعوذ ب كسرة الباء لابد أنه ننتبه للحركات في الفتح كما قلنا نفتح تباعد ما بين الفكين في الضم لابد من ضم الشفتين مع الضغط على الزاويتين في الكسر لابد من انخفاض الفك السفلي مع الشفة السفلى وهو آليا سيرتفع وسط اللسان باش يعطيك جزء الكسرة جزء الياء اللي هو الكسرة إذن أعوذ بأكل ابتسامة وربي يحبنا نبتسمه وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة ديننا يعني يجازي على الابتسامة إذن أعوذ بالله ما هيش بالله لي يعني سحبت الزاويتين فما جاتش فتحة خالصة أعوذ بالله كسرة الهاء من ورد بالك تقولي من الشا ما هيش من الشا من الشيطان مشتا من الشيطان كسرة النون الرجيم والميم لابد تعطيها الزمن متاحة باش نسمعوها الترتيل علمنا اعطاء الحقوق ابدأ اعطي تعلم اعطي الحق للحرف باش تعطي الحق للناس فالحروف مجتمع كما مجتمع البشر هما مجتمع الحروف لابد تتعلم تعطي حق الحرف باش تعطي حق الناس اذا الرجيم الميم عندها البينية ولا الجرين الجزئي للصوت بسم الباء متحركة بالكسر بسم الله الراء مفخمة الرحمة الرخاوة متاع الحاء الرحمن ماهيش ماني ما يعني ماهيش فتحة خالصة الرحمن الرحيم كذلك الميم لابد نعطيها الزمن متاعها الحمد الحمد عندي اللام الساكنة الميم الساكنة عندهم جريان جزئي للصوت يعني نقول الخامة تجي في الصوت الحمد شوف كي تبدأ على أعصابك تقول الحمد لله كي تبدأ على راحتك وفرحان بنعمة ربي عليك وتقول فيها مزواجي ما تزربش الحمد كما اللام الساكنة كما الميم الساكنة عندهم الرخاوة الجزئية الحمد لي كسرة اللام لله اللام مرققة في لفظ الجلالة لأنها سبقت بحركة الكسر لله كسرة الهاء لابد تعطي كسرة خالصة الحمد لله راء الراء هنا مفتوحة إذن مفخمة ما نقولش ربي نقول راء رب نرجعنا لللام الساكنة رب العالمين والنون كذلك كما أختها الميم لابد تقف عليها تعطيها الرخاوة الجزئية الجرين الجزئي للصوت باش يبان صوتها يلزمها تبدأ موجودة باش تقوم بالمهمة متاحة كي نقول العالمين وين النون
غيبتها كنقول العالمين، زربت ياسر قلقلتها كنقول العالمين، طولتها طننتها بلغت اعطيتها اكثر من حقها ميعتها، فلا بد تعطي الحقوق. اذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ونقرأ، نحب نسمع النبرة متاع أنك تتحدث مع المولى، متاع أنك تحمد في ربي بالحق. تنجمش تقول له الحمد لله رب العالمين وانت جاف مشاعرك، يلزمها تخرج في التلاوة متاعك. عاود لي يا فاتن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا فاتن أعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أحسنتي، أحسن من التلاوة الأولى، فقط ربي الباهنة ومضاعفة عندها صفة اسمها صفة الشدة، انحباس الصوت، لابد يكون الزمن متاع انحباس الصوت معناها لأنها مضاعفة. ربي ربي، ورد بالك من بي لأنه الباء تخرج، الصوت لابد يركز في وسط الشفتين. ربي، كي توزع الصوت على كامل الشفتين باش تجي بي. رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وباش نقولها له بالنغمات الكل، وباش نقولها له بالطبقات الكل، الحمد لله رب العالمين. على شنو باش نحمدوه ربي يا جماعة؟ الحمد على وجود كله، على العالم عايشين كله، على النعم اللي لا تحصى ولا تعد، وأولها أول نعمة الإسلام والإيمان، وكما كانت أمي تقول يرحمها وينعمها، الحمد لله اللي عنا ربي. أول حمد الحمد لله اللي عنا ربي. الحمد لله، الحمد لله إنه أوجدنا، الحمد لله إنه خلقنا، الحمد لله إنه من علينا بنعمة الإسلام، الإسلام والإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. أي نعم والله مثل. هو قبل نعمة الإسلام ونعمة الإيمان أننا هو أوجدنا، خاطر ساعات يتيح بين أيدينا معناها كتاب يكون مكتوب 200 سنة التالي، أين كنا معناها في ذلك الزمن؟ لم يكن شيئا مذكورا، يعني ما كناش حتى شيء. أيضا. لا أبائنا كانوا موجودين، لا أمهاتنا كانوا موجودين. فربي سبحانه وتعالى أنه أوجدنا في هذه الحياة وفي هذه الدنيا نعمة كبيرة، ومعناها والحمد لله النعمة التي لا تحصى ولا تعد هي نعمة الإسلام. أيضا. فمن علينا بنعمة الإسلام ونعمة الإيمان، الحمد لله رب العالمين. رو شوفوا، ديما نحب ديما نبص المثال للأطفال. مثلا كان يدخل طفل صغير ويلقى طاوله معبيه بالشكالات والشيخات والحاجات، يا اخي باش يتجه لك طول ولا باش يقول زعما شكون جاب لي الحاجه هذيك؟ والحاجه صحيح هو فرحان بها كالهديه هذيك، ولكن سيبحث عن مصدر تلك الهديه، زعما ابي، زعما امي، زعما ضيف اخر. والانسان جبل على محبه من يحسن اليه. اذا هو المحسن الاول والاخر هو الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى. فمحبتنا اولى بان تستولي محبه الله سبحانه وتعالى على قلوبنا. فالحمد لله على نعمه الايجاد انه اوجدنا من عدم، والحمد لله على نعمه الامداد النعم التي نعيشها، والحمد لله على نعمه الهدى والرشاد انه جعلنا من المسلمين، والحمد لله على نعمه التكليف انه جعلنا خلفاء له في الارض. فالحمد لله رب العالمين.